كذا جوج فبراير 1993 فرقة من الدرك الملكي كتتجه نحو شارع عبد الله بن ياسين كتوقف حدا العمارة رقم 36 وكتطلع لشقة كوميسير في الاستعلامات العامة اسمه محمد مصطفى ثابت كيفتح لهم الكوميسير اللي جمعهم الباب كيدخلوا لدارو ومعاهم رئيس أعشي ونائب وكيل الملك القزويني وكتبدا الفرقة تفتش كيلقاو كاميرات مزروعة في كل بلاصة ميكروفونات و 118 شريط ديال فيديوهات جنسية لأكثر من 518 امرأة مع الكوميسير ثابت ومع شخصيات أخرى مصورين بدون معرفتهم بلاتي باش لحقوا الجندرم يعرفوا شنو فيهم هما يلا جاو سؤال وجيه الحاج ثابت اللي ما كان كيفوت تصلة واللي حج عدة مرات واللي ما كان كيشرب ولا كيكمي واللي كان معروف عليه انه شخص كيخاف الله وكيصلي ديما في جماعة كان مسجل على كل شريط اسم المرأة من اللي عنده في الفيديوهات وتا الاسم العائلي ديالها زيد عليها حتى عنوانها وبلاتي تا رقم التعريف الوطني ديالها ورقم الاستدلالي ديالها في عند الامن الوطني كان مرتب كل شيء كان زارع كاميرات باش يصوروا الضحايا من اكثر من زاوية وداير مرايات عاكسة مقابل الكاميرات باش يتسعلوا مجال الرؤية كان داير ميكروفونات تحت الفراش باش الصوت يكون واضح ما خلى حتى حاجة للصدفة وكيف ما غيبان من بعد السيد كان مشى بعيد فرقة الدرك غادي تحجز كاع اللي لقاتو الا اللي فواحد الكوفر فور غيجبروه مسدود غادي يقول ثابت انه ما عندوش مفتاحه وهما ما غاديش يجيبو شي حد يحلوه في ديك الساعة الفرقة غادي تسمع الباب بالاختام باش حتى حد ما يدخل الى ان يستكمل التحقيق وغادي تاخد كاع الادلة اللي لقات وتمشي تفحصها لكن ما غاديش تعين حراسة على الشقة والاهم من هذا ما غاديش تعتقل الحاج ثابت حتى تمر 4 ايام من بعد غيكون هو في هاد الاربع ايام كمل الخدمه ديالو عادي ورجع للشقه مع مفتشين واعوان كانوا تحت الامافه ديالو جاو معاه هما ما عارفينش انه خطا تاريخي غادي يكلفهم سنوات من حياتهم كسر هو الاختام على الباب دخل وخاد حسب الاعترافات ديال الاعوان ديالو اللي كان في الكوفر فور وسافر به للرباط الكوميسير بن مغنيه في حوار عنده في يوتيوب داروا مع موقع انباء بوست غادي يقول ان الكوميسير ثابت خاد اللي كان تما وعطاه لرئيسه وللحامي ديالو في الاستعلامات العامة حسن الصفريوي لكن ثابت ملي غادي يسولوه في التحقيق على شنو كان في ديك الكوفر فور وشنو عطى للصفريوي الكوميسير غادي ينكر معرفته بالامر وغادي يكتفي بالصمت الى الابد لكن قبل ما نعرفوا علاش كان كيصور كوميسير في الاستعلامات العامة ديكشي ولمن قبل ما نعرفوا علاش وصل الامر للاعدام خصنا نفهموا كيفاش بدات بعد القضية شكون اللي وصل الخبر للدرك باش يهبطوا بديك الطريقة المسرحية لبلاصة ما تبعاش اصلا المجال اللي كيخدموا فيه شنو اللي فجر القضية حيث اللي كنعرفوا دابا هو ان عدد القصص اللي تورط فيها ثابت قبل من 1993 اكثر من انه يحصى من 1980 من 1990 كاين بزاف الحكايات والقضايا المرفوعة عليه واللي تطمست بطريقة او باخرى وما عاودتش بنت حتى انفجرت القضية ورجعت قضية رأي عام فشنو تبدل؟ شنو اللي خلاهم هاد المرة يضحيوا به عوض ما يحميوه كيف ما كل مرة؟ الحقيقة ما كاينش غير سبب واحد، كاين على الأقل ثلاثة، نبداو بحكاية الكوميسير بن مغنية اللي هي الأكثر شهرة، واللي كيعاودها في حوارات وفي يوتيوب حيث هو معني مباشر في هاد القضية اللي غتخرج عليه العشر سنين من حياته، الحكاية كتقول مرة غادي تجي عندو الكوميسارية وغادي تقدم بلاغ شخص اعتدى عليها اسمه الحاج حميد مقيم بإيطاليا. بعد ما يستنطقها ويشوف ان القصه ديالها ما ركباش على بعضها غيكتشف انها مشات مع هاد حميد بمحض ارادتها ومارست مع الجنس في دارو لكنها ملي رجعت من الطواليت جبرتو كيشوف في التسجيل ديالهم صورهم ملي كانوا كيمارسوا الجنس غادي تخلع ما غاتيقش فيه رغم التطمينات ديالو وغادي تجي تقدم بلاغ ملي غادي يصيفط الكوميسير بن مغنيه معاها مفتشين للدار اللي كانت فيها باش يشوفوا شكون هو هاد الحاج حميد غادي يرجعوا لعندو باش يقول له ان الدار راه في ملك زميله الكوميسير ثابت غادي يوريها صورته غادي يتعرف عليه فغادي يقدم المحضر ديالو للرئيس ديالو اللي غادي يبغي يخلي السيده تسمح لثابت وتنازل له القضيه غادي تكبر ملي السيده غادي تمشي عند المحامي ديالها وتقدم شكايه عند وكيل الملك كاين حكايه رقم جوج اللي هي مذكوره في مجله تلكال كتقول ان مواطن مغربي اسمه سعيد مقيم بايطاليا حتى هو فحال الحاج ثابت ذو اسلام شمال افريقي كيخلط فيه حب الله والتقاليد مع حب العربطه هاد سعيد غادي يكون جالس في جلسه خمريه مع صحابه في ميلانو في احد ايام غشت من 1992 وغادي يقرروا يشوفوا فيلم بورنوغرافي ما غاديش نركزوا في شنو اللي خلاهم يشوفوا في هاد الشيء جماعه حيت حنا دابا كنعرفوا ان سعيد ما كملش المشاهده حيت بطله هاد الفيلم كانت هي خديجه اللي هي اصلا اختو من ميلانو جا المغرب باش يفهم شنو وقع ملي غادي يعرف ان اختو اختطفت من عند كوميسير اسمه ثابت غيمشي للسفاره الايطاليه اللي عنده هو الجنسيه ديالها ويقدم شكايه ومن عنده السفير الوزير الاول اللي غيبلغها للملك
كاين حكايه رقم 3 اللي هي مذكوره في التحقيقات جرت سنوات من بعد اعدام ثابت في جريده ماروك ايبدو. كتقول انهم كانوا جوج بنات كيقراو في كليه الطب، زوينات مجتهدات ومن عائلات عريقه. اللي ما عارفينوش الناس وعرفوا ثابت بحكم العمل ديالو بحكم مراقبته ليهم، هو ان هاد الجوج كيمارسوا الدعاره الراقيه مع رجال الاعمال والناس اللي لاباس عليهم في كازا. ثابت كان مهتم بهم حيث كان يقدر يستعملهم كطعم باش يصور ناس مهمه من كليان ديالهم، ناس يقدر يبتزهم او تبتزهم الدوله فيما بعد. غيطلق البنات غيجيبهم للدار وغادي يدوز كلشي بسلاسه حتى اللحظه اللي غيكتشفوا فيها انهم تصوروا وانهم طعم الحيتان اكبر. غادي يخافوا وغادي يبلغوا واحد من زبنائهم اللي هو شخص معروف، غادي يخاف على راسو فغادي يمشي يشكي لصديقو اللي هو مستشار الملك غيضا قديره. ومن ثم كتبدا الحكايه. شكون اللي صحيح في الروايات؟ واش يمكن تكون كامله غلطه؟ واش يمكن تكون كامله صحيحه؟ حتى حد ما عارف. اللي متاكدين منه هو انه في رمضان فبراير 1993 كانت القضيه ديال الحاج ثابت على لسان كل مغربي، في القهاوي، في الضيوف، في الحمامات، في الجامعات، كلشي كيهضر عليها. واذا ما كنتيش عايشين معنا في هذه الفتره فخليني نقربها لك بالمقاييس ديال دابا. كانت شي حاجه كتشبه لفضيحه المغتصب الاسباني وحمزه منبيبي مجموعين مع بعضهم وزيد ضربهم في جوج. فضيحه القرن كما سماتها الصحافه المغربيه ديال ديك الوقت، حيت لاول مره غادي تبان في مجتمع محافظ، او خلينا نكونوا صريحين نقولوا مجتمع كيتظاهر بالمحافظه فحال المجتمع المغربي، فضيحه فيها خليط بين السلطه والفساد والجنس. ومن عند من؟ من عند حامي الحيمه البوليس المغربي، المعارضه اللي كانت بدات مفاوضاتها مع الملك من اجل حكومه التناوب، واللي عاد خسرت المعركه في الصيف 1992 على الدستور الجديد، جبرت ورقه الضغط وجبرت الفرصه الذهبيه ديالها باش تصفي حسابها مع عدوها اللدود البوليس المغربي، ومن خلالهم مع النظام. جريده الاتحاد الشراكي كانت كتكتب عناوين في غايه السرياليه، وكتبع جريده انواع بتفاصيل اغلبها صحيح لكن مكتوب بشكل درامي كيشبه شي مسلسل مكسيكي. فضائح الحاج ثابت الوحش، آلات الاجرام، ممارسات تشبه ما يقع للمسلمات في البوسنه والهرسك، ويزيدتي على هادو الوضع العام في ديك الفتره اللي كان متوتر وكلشي فيه كيدير اضرابات ضد كلشي، فيمكن تتخيل الشعور العام ديال المغاربه في ديك الوقت، وخصوصا شعور المواطن العادي اللي عاش حياته معتقد ان المغرب بصح كيف ما كيقول مصطفى العلوي في التلفازه بلد الامن والامان. تخيل احساسه هو كيقرا خبر مثل ان الحاج ثابت كان كيترصد ضحايا النساء من امام الحمامات وفي الاسواق والجامعات والمدارس، وانه مارس الجنس مع اكثر من 1500 مراه في ظرف عامين. تخيل خوفه هو كيقرا هادشي، خوفه من انه يكون حتى هو سعيد اخر، سعيد اللي شاف اختو في شريط فيديو بورنوغراف. فهمتي دابا الموجه كانت كبيره والغضب والخوف كانوا كبار. وهنا يمكن تظن ان الدوله ووزاره الداخليه لعبوا دفاع وخلاو القصه تدوز بسلام. لا، العكس، الدوله كانت اذكى، اعتقلت اللي جا في الطريق، نشرت محاضر الاستماع للصحافه وخلات اعترافات المتهمين تبان في الاعلام عادي، وسمحت للصحفيين يحضروا المحاكمات. وهنا غادي تقول لي علاش زعما؟ غنجاوبك، حيت حسب ما فهمت عوض ما البصري يسكت ويخليها تكون حافظ ضده ضد البوليس، ويخلي خصمه الجنرال بن سليمان اللي مكلف بالتحقيق والمعارضه اللي مكلفه بضرب الطرف يربحوه، وزارة الداخلية قلبت اللعب وقالت لهم تانا خوتي معكم، وهادشي ما كيمتنيش، وسلمت ثابت باش يكون الطعم، وسلمت تا الرؤساء ديالو، واسقطت بزاف الريوس ورجعتها حافظ ضد الفساد وضد استغلال النفوذ. واذا فهمتي اللعبة اللي دارت ما غاديش يكون مفاجئ لك ملي غادي نقول لك انها كملت هاد الحرب من بعد بجزء الثاني لا يخلو تا هو من السوريالية، سماتو حملة التطهير. ولكن خلينا دابا في رمضان 1993، الجندرم شدوا اي واحد كان قريب للكوميسير ثابت، اي واحد تورط ولو شويه حتى لو كان باغي. لكن رغم ذلك القضيه كانت كبيره وكان خصها رؤوس كبر، والدوله كانت مستعده انها تضحي باللي جا في الطريق. وحتى الحسن الثاني ملي اضطر يهضر على الموضوع حيت كان عنده خطاب اثناء المحاكمه في 3 مارس 1993 وما كانش يقدر يتجاهل الموضوع، فقال بالحرف اثناء خطابه ما بغيتش نوسخ فمي بهذا الموضوع لكن كاين 5 أو 6 مافيوس لابد يمشيو في حالهم. وفعلا مدير الامن الوطني عزيز الوزاني ورئيس الاستعلامات العامه حسن الصفريوي وجنرالات اخرين طاروا من بلاصتهم، لكن هادشي ما كانش كافي وكان باين انه خاص تضحيه كبر، تضحيه مثل انه نعطيو الاعدام للكوميسير ثابت. لكن المشكله كانت هي ان التهم اللي توجهت له ما كانتش اصلا كتستحق الاعدام،
حيث اخلاقيا حنا متفقين الاغتصاب حاجه خايبه بزاف، والاختطاف وتصوير الناس بدون علمهم كلها حاجات غير مقبوله. انت وانا نقدروا نقتلوا من اجل حاجات بحال هذه، ولكن واش القانون حتى هو عنده نفس النظره؟ فوقاش القانون كان اخلاقي وفوقاش كان الاغتصاب حتى لو كان متسلسل كياخذ عليه المتهم به الاعدام في المغرب؟ نزيدك المحاكمه كامله من البدو حتى الحكم بالاعدام كانت تقريبا في شهر واحد، اسرع محاكمه اعدام في التاريخ، كانت مصوره كاميرات حتى واحد ما عارف لمن هما كيصور وديال من، وكان فيها الكوميسير ثابت المتهم الرئيسي ساكت ما دافعش على راسه رغم انه شاف التهم كتحول للضوء باش ترجع اعدام، وما قال والو من غير انه كان كيردد انه مريض نفسي وانه جن ساكنه، ومرات كان كيطالب انهم يشوفوا شريط رقم 32 اللي اختفى من بين الاشرطه، ولكن حتى حد ما استجب له وحقق له الطلب ديالو. علاش ما هضرش؟ علاش ما جابولوش هذا الشريط اللي بغى باش يدافع به على راسه؟ الصحفي خالد الجمال كيقول في تعليق له على هذه القضيه ان الصحافه هي اللي حكمت على ثابت بالاعدام، وان الدوله كل ما عملته هي انها سيرت الرأي العام المهيج بالصحافة اللي كانت كتطالب بتصفية آلة الإجرام ثابت. كيقول الصحافي في حواره ان ثابت وعد غالبا وكذبا بالعفو الملكي مقابل انه يسكت وما يقول والو، حيث في الاخير ثابت ما كانش كيدير في هذا الشيء غير ليه بوحده. صحيح انه وظفوا الاغراض الشخصية ويمكن تباعوا شرفه حيت الفيديوهات وصلوا لإيطاليا كيف ما شفنا في قضية سعيد في ميلانو، لكن عاوتاني ابتزاز المعارضين والحلفاء بملفات جنسية هي طريقة معروفة عند الاستخبارات المغربية والعربية، ثابت كان غير بيدق وسط الآلة، فضل هو ما يفضحهمش. وباش نكونوا صريحين، حيث أثار التعذيب كانت باينة على ثابت في المحاكمة، هو ما كانش في جميع الأحوال ممكن ليه أنهم يفضحهم. في 15 مارس 1993 صدر الحكم الإعدام الثابت، وأحكام كتوصل حتى 10 سنوات سجن نافذ للمتورطين معه رؤساء ومرؤوسين، وناس جاوا في الطريق أو جاوا في الفيديو. في يوتمبر في نفس السنة غادي يتنفذ الحكم فيه في غابة في قنيطرة، وغادي ياخذ ثابت أسراره معاه للأبد بدون ما يعرف حتى حد شنو كان في ديك الكوفر وشنو كان في ديك الشريط رقم 32. غادي يخرج دريس البصري أقوى من هذه القصة، ورغم أنه غيقود حملة سماها حملة التطهير غيكون باقي للمغرب بزاف باش يتطهر بالصح منعه كانوا فيه البوليس يعيثون فسادا في البلاد. وانت شنو بالك؟